الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلاب المتابعين لهذه القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع السريع جدا تقدير معلومات نموذج قياسي بمتغيرات وهمية متعددة Multiple Dummy Variables Model، ليس فقط يعني متغير وهمي واحد، وضعت أكثر من واحد، حتى يعني بالأحرى وضعت ثلاث متغيرات وهمية حتى تتضح صورة استخدام المتغير الوهمي في الاقتصاد القياسي. وعلى بركة الله نبدأ. قدمنا في مقطع سابق نموذج قياسي يحتوي متغيرا وهميا واحدا كما ذكرت، ونقدم في هذا المقطع نموذجا قياسيا بمتغيرات وهمية متعددة. لنفترض بأن لدينا البيانات الآتية، بيانات افتراضية، وهو رغم أنه يعني الآن هذا مثال عملي جدا لكنها بيانات افتراضية عن عدد الأوراق العلمية المنشورة RPPI التي أنتجها عضو هيئة التدريس في الجامعة، ونفقات البحث العلمي المخصصة لعضو هيئة التدريس EXPI، ومستوى الشهادة العلمية التي يحملها عضو هيئة التدريس D اللي هي دمي فاريبل سب I دكتوراه أو ماجستير، والرتبة الأكاديمية D سب I 2، طبعا هنا D سب I 1 هنا D سب I 2 التي يحملها الآن الرتبة الأكاديمية لعضو هيئة التدريس أستاذ، أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد. حيث الآن إذا كان D سب I 1 كان دكتوراه نعطيه القيمة واحد، صفر إلا خلاف ذلك، إذا حملت الشهادة الدكتوراه من أعضاء التدريس نعطيهم القيمة 1 وواحد وصفر إلا خلاف ذلك. الآن الأستاذ نعطيه قيمة واحد واحد وصفر لخلاف ذلك اللي هي دي سب اي 2، وإذا كان أستاذ مشارك بنعطيه واحد وصفر لخلاف ذلك اللي هو الدمي فاريبل الآن دي سب اي 3. الآن هذا وهذا، الآن هذه دي سب اي 2 ودي سب اي 3 هذان يقارنان، يعني نتائج التقدير الناتجة مقابل يعني الكوفيشنت أو معامل المعامل المقدر مقابل هذا المتغير دي سب اي 2 نقارنه بالأستاذ المساعد، وهذا كذلك الأمر نقارنه بالأستاذ المساعد. ما يعني الآن لأن هناك ثلاثة متغيرات وهمية هنا، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ المساعد، فقط لا نستطيع إلا أن نضمن فقط اثنين منهما اللي هم اخترنا الأستاذ والأستاذ المشارك. وبالتالي نتابع إن شاء الله المقصود بهذا المثال وتفسير نتائجه. الآن البيانات، لنفترض أن البيانات الآتية متاحة، هذه عدد الأوراق العلمية المنشورة من قبل أعضاء التدريس 2 4 3، طبعا عينة عشوائية لنفترضها 2 4 3 6 7 5 10 وهكذا إلى أن ننتهي ب 2 5 1. الآن النفقات البحث العلمي التي خصصت لهذا عضو التدريس كانت مقابل هذا الشخص اللي نشر 2 5، بعدين 7 مقابل 4 5 4 وهكذا، هنا 10 15 24 وهكذا إلى أن ننتهي ب1. هنا عضو هيئة التدريس إما بكون ماجستير أو دكتوراه، الآن هذا ماجستير 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 دكتوراه دكتوراه ماجستير وهكذا إلى أن ننتهي يعني بماجستيرا. هنا هذا أستاذ إذا كان أستاذ أو أستاذ مشارك، طبعا هذا ليس أستاذ، طبعا أستاذ مشارك أو خلاف ذلك، وهكذا هذا أستاذ، هنا هذا أستاذ، هذا أستاذ وهكذا إلى أن ننتهي. وهنا أستاذ مشارك فقط 1 2 3 4 5 6، لاحظوا الآن من 21 يعني من الآن معين حجم 21 عضو هيئة التدريس، هاي عضو هيئة التدريس الأول نشر بحثان، نشر بحثين، المخصصات له مقابلها يعني مخصصات بحث علمي 5، وهو لا يحمل دكتوراه، وهو ليس طبعا أستاذا ولا أستاذ مشارك. الآن هذا كذلك الأمر 4 أوراق علمية، 7 المخصصات لا يحمل دكتوراه وليس أستاذا وليس أستاذ مشاركا وهكذا، وكم تفسيرها يعني حسب الآن معنى المتغير العشوائي. تذكروا بأن الآن دي سب اي 1 اللي هي يحمل دكتوراه 1 صحيح وخلاف ذلك 0، الآن دي سب اي 2 أستاذ يعني يساوي 1 صحيح، دي سب اي 2 تساوي 1 إذا كان رتبته أستاذ 0 خلاف ذلك، ودي سب اي 3 يساوي 1 صحيح إذا كانت أستاذ مشارك وصفر خلاف ذلك. النتائج الآن، النتائج كانت كما يلي، هذه عدد الأوراق المنشورة المقدرة
يساوي سالب 1.78504 سالب، لاحظوا لي، زائد 1 الآن موجب هذه قيمته 1.08439 مضروب، طبعا هذا الكوفيشن مضروب بالإنفاق المخصص لعضو هيئة التدريس للبحث العلمي، زائد الآن 0.1482 إذا كان بيحمل شهادة دكتوراه، وهي طبعا صفر خلاف ذلك، إذا كان بيحمل شهادة دكتوراه بتكون قيمتها 1 صحيح، صفر خلاف ذلك، زائد الآن 2.2350 إذا كان رتبته أستاذ وصفر خلاف ذلك، والآن زائد 2.7296 إذا كان رتبته أستاذ مشارك وصفر خلاف ذلك. الآر سكوير معامل التعديل يساوي 98.8%. هاي الأخطاء المعيارية، وهي قيمة الاحتمال أن يكون النتيجة اللي توصلنا لها خطأ، بمعنى آخر أن لا يكون هناك نقطة تقاطع، الاحتمال يكون 0.005 يعني 5 بالـ10,000. لاحظوا الآن هنا احتمال أن لا يكون أثر الإنفاق على البحث العلمي، أن لا يكون له أثر على عدد الأوراق، احتمال أن لا يكون له أثر ضئيل جدا جدا، تصل إلى تقريبا يعني انسجم، تصل إلى الصفر. وهنا احتمال قوي إنه ما يكون أثر لحامل الشهادة الدكتوراه على هذا الحكي، على اللي هو يعني البحث العلمي الأوراق العلمية. هنا احتمال قوي لكن بنسبة فقط 18% أن نكون مخطئين، أن يكون أثر لرتبة الأستاذية على الأوراق، واحتمال قوي أن يكون رتبة الأستاذ المشارك لها يعني تأثير قوي على الأوراق. لاحظوا لي هنا احتمال خطأ 3 بالـ10,000، هذا الاحتمال أن نكون مخطئين بأنه هذا يعني يساوي صفرا 18% وهكذا، لكن نتائج عمليا مقبولة جدا. لاحظوا أحبتي أنه كل وحدة إنفاق على البحث العلمي، كل وحدة زيادة ها تؤدي إلى زيادة الأوراق العلمية أو البحوث العلمية بمقدار 1.8، نفترض أنها 1 صحيح تقريبا، أو 1.1 بالـ10، بمعنى آخر بأن زيادة الإنفاق على الأوراق العلمية على البحث العلمي تؤدي إلى زيادة الأوراق العلمية. هنا إذا كانت يعني إذا أهملنا هذه الستاندرد إيرورز اللي هي الأخطاء المعيارية والاحتمال نكون مخطئين بالتقدير ولا لا، فإذا كان بيحمل شهادة الدكتوراه عضو هيئة التدريس فإن ذلك يؤثر إيجابا على عدد الأوراق العلمية المنشورة ومقدار كل يعني شخص، يعني خلينا نقول إذا كان قيمته 1 صحيح طبعا هنا هذه، فيؤدي ذلك إلى زيادة الأوراق العلمية بمقدار أقل من ورقة اللي هي 0.1482. هنا إذا كان بيحمل شهادة طبعا هنا مقابل يعني دكتوراه مقابل غير لا دكتوراه، يعني إذا كان الآن ويجب أن نوضح هذه النقطة، إذا كان بيحمل شهادة دكتوراه فهو أفضل من حامل الشهادة اللي أقل من الدكتوراه بمقدار 0.1482. هنا الذي يحمل رتبة الأستاذ هو أفضل بمقدار 2.235 على الأستاذ المساعد، وهنا إذا كان بيحمل أستاذ مشارك لاحظوا أنه الأستاذ المشارك أثره يعني أو قوته على الأستاذ المساعد أكثر من قوة الأستاذ، فهنا إذا كان بيحمل رتبة الأستاذ مشارك بكون أفضل من الأستاذ المساعد بمقدار 2.7296، ما يعني الآن دم فاليبلز رغم أنها متعددة لكن لها تفسيرات. هذا الآن يعني هذه القيمة تخبرنا بأنه حامل شهادة دكتوراه أفضل من حامل الشهادة اللي أقل من دكتوراه. هنا الآن تخبرنا هذه النتيجة بأن عضو هيئة التدريس صاحب الرتبة الأكاديمية أستاذ أفضل من حيث البحث العلمي من الذي يكون أقل من ذلك الأستاذ مساعد، وهنا طبعا الأستاذ مساعد المقارن فقط بالأستاذ المساعد، وهنا الأستاذ المشارك المقارن بالأستاذ المساعد فقط لغير. أؤكد هنا بأن هذه القيم D/I3 أستاذ مشارك تساوي 1 صحيح صفر خلاف ذلك، الأستاذ يساوي 1، D/I2 أستاذ يساوي 1 خلاف ذلك يساوي صفرا، D/I1 إذا بيحمل الآن شهادة دكتوراه يساوي 1 صحيح وصفر خلاف ذلك. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا طبعا أنا أكون قدمت الفائدة المرجوة، لكن هذه الآن الديريفيتيف أو المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة لعدد الأوراق المنشورة
نسبة إلى كل متغير. هون لاحظوا لي هذه القيمة هذه وهذه القيمة هذه وهذه القيمة هذه وأخيرا هذه القيمة هذه. وإن شاء الله إلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.